حبايبي جرين فايف شوف لون بصوني. تعالوا النهارده نفرق بين كلمتين، كلمة اسمها اكسبريشن وكلمة اسمها ايكويشن. يعني ايه يا مستر اكسبريشن؟ اكسبريشن يعني الاقي حاجة جنب حاجة بينها بلس او ماينس. مش فاهم كلامك. يعني انا ممكن اكتب لك كده 2 بلس مثلا 3.5، هل هنا عندي ايكوال؟ ها؟ يا ريت نتكلم. يبقى انت اكسبريشن حبيبي. طب لو لقيت 2 بلس كي ايكوال 5 تقول لي لما الاقي ايوه انت ايكويشن بس كده. نقول تاني، تعال نقول تاني. بص معايا، الراجل ده بيقول لك رايت. بعد اذنك اتعلم تقرا السؤال. رايت يعني كانه بيقول لك تشوز، يا ترى اكتب كلمه ايكويشن ولا اكسبريشن. تعال نبص على ايه. يلا حبايبي فكروا، ها يا ايه اكتب هنا في الفاضي ده، انت اكسبريشن ولا انت ايكويشن؟ ياسين ايه ليه؟ اكسلنت حبيبي، انت ايكويشن يا طنط. نمبر سي فريده، ليه مفيش ايكوال؟ شوف الدلع. يعني انا عايزك تحس كده وتحسسني معاك انك انت راجل فاهم. نيكست. يلا حبايبي جايده، ركزي والنبي. ايكويشن حبيبتي ايكوال، ما ينفعش حاجه اسمها ما اعرفش حبيبتي. انت بتاخدي اصعب منها ليالي. شكرا. نكتفي عشان فيها ايكوال. هنكتفي وندخل على فكره جديده، ايه رايكم؟ ولا نكمل تاني؟ لا لا حبيب، لا يا حبيبتي، لا يا حبيبتي، مالكيش دعوه. هيجي لها سؤال اهم، اسمعوا بس. حبايبي زميلتكو تمارا بتسالني، طب يا مستر ادي مساله، الراجل بيقول لي sum of two numbers is 15، تنفع دي اقول عليها اكسبريشن؟ شكرا. الاكسبريشن حبيبي نمبر او لتر زي نمبر كي بس ما فيهاش ايكوال. طب واللي تبقى فيها ايكوال اي حاجه تانية نقول عليها نايزر. طب تعالى كده يا مستر نشوف فكره جديده. هنتعلم بقى ازاي اكتب. الراجل بيقول لي رايت ان ايكويشن. تعالى كده نقول شويه حاجات اتعلمناهم زمان. لما اقول لك كلمه صم، يعني ايه صم؟ شكرا. يعني ايه صم؟ لما اقول لك كلمه ات بلس، في مشكله؟ يبقى انا لما اقول لك الصم اوف نمبر اند كذا، النمبر ده حضرتك هتسميه اي حاجه. يعني ايه يا مستر اسميه اي حاجه؟ هسميه ايه؟ اسميه بي، سميه اكس، سميه واي، سميه زي ما انت عايز. ألم هسميه ايه؟ يبقى الصم بتاع نمبر اند ادي بلس 6.5 ايكوال ايه ده؟ جبت منين الايكوال؟ از هتبقى هي ايكوال. نقول تاني وبالراحه يا مستر، نقول تاني وبالراحه، شيل كل ده وامشي معايا كلمه كلمه. ازاي انا اتعلم اكون ايكويشن؟ لقينا كلمه ايه؟ يبقى بلس في النص. قول معايا، لقينا كلمه صم يبقى في النص. ليه في النص؟ عشان في حاجه هجمعها على حاجه، حاجه هعمل لها بلس حاجه عشان يبقى صم. كلمه اس يبقى انا في حاجه هكتبها هنا وحاجه هكتبها هنا. كلمه اس تقول لي ايكوال، كلمة إز تقول ايكوال. تعال نقول تاني، قال لي كلمة
اروح جاي اعمل ايه؟ في النص. في حاجه هتيجي على يمينها وحاجه هتيجي على شمالها. طب نعمل ستوب. ايه ده بقى حبايبي؟ تعالوا نكمل مع بعض. ازاي انا رايت اكويجن، انا فورمت، انا اكونها. فزي ما قلنا لما يقول لي سام، لما يقول لي اد، يبقى بلس في النص. في حاجه هتيجي اب، في حاجه هتيجي لما يقول لي از ايكوال، وال2.8 اللي بعديها تيجي بعديها. يعني هنا النمبر هنسميه ايه؟ هعمل له اد مع 6.5 از 9. ادي كده انا كونتها. درب نفسك حبيبي انك تقول الكلام ده. تعالى ناخد فكره تانية. بس حبيبتي معايا لو سمحت كلوز يور بوك. بص بقى، لما يقول لي سبتراكت فروم، اقولها لك بالبلدي عشان ما نضيعش وقت. سبتراكت فروم يعني خد من، يعني الحاجه اللي بعد فروم ابتدي بيها. ركزوا تاني وعينك على البورد. سبتراكت فروم اقول له ابتدي باللي بعد فروم. كمان مره مش سامع صوت. سبتراكت فروم ارد اقول له ايه؟ مين اللي بعد فروم؟ واحنا قلنا النمبر نسميه، شكرا. يبقى دي ايه؟ وكلمه سبتراكت يعني ايه؟ بص بقى، اجيب بقى 9.23 لقينا كلمه ايه؟ يبقى ايه؟ واكتب النمبر الثاني. نقولها كمان مره، يلا مع بعض. سبتراكت فروم ابتدي بالحاجة اللي بعد فروم، ممكن تبقى نمبر وممكن يبقى نمبر، فنديله اسم. معايا؟ سبتراكت يبقى انا هعمل ماينس. حد عنده سؤال؟ تعالوا بقى نلعب اللعبة الجديدة دي بقى. اسمع حبيبي، رحنا لمثلا ستوري بيبيع تويز، لعب زي اللي انتوا شايفينها دي، وزي ما انت شايف كل لعبة عليها البرايز تمنها. اسمع بقى، المرة دي هو مديلك إكويجن أهي، وبيقول لك أنا عاوز الفاليو بتاعة الإكس. الأول استنى يا مستر، أنا لقيت كلمة إيه؟ ليه بس؟ ليه بس؟ قلت ماينس، ليه يا حبيبي؟ أهو هشيلها تاني، يا مستر لقينا بلس، ترجمة بلس إيه؟ صم. وممكن اقول اد. ايوه كده حبيبتي، والنبي بص هنا ما تبصيش عليا. لقينا كلمه بلس، هو ما ادكش كلام، انت ترجعها تاني تقول بلس يعني، او بلس يعني، وبلس كمان يعني توتال. يعني كاني نعم بص بقى، بص يا عم، انا رحت اشتريت التو توي دول، اللعبتين دول بكذا، اديك انت قول يعني الصم بتاعهم، التوتال بتاعهم. بص معايا لو سمحت، طب لما الاقي ماينس سبتراكت فروم، مش كده؟ وكمان كلمه ديفرنس، هيك لا بلاش ديفرنس. عارفه ليه؟ different يعني مختلف، اقول لك different digit، لكن ما اقولش different في الالعاب، عشان انا بتكلم على difference يعني الفرق. انت معاكي 10 باوندز، انا معايا 3، what is the difference؟ لكن ما اقولش what different. ما انت معاكي فلوس، انا معايا فلوس، لكن اقول ايه؟ difference، يعني هعمل minus. معايا؟ طب تعالوا ندخل في الجد شويه. ها حبايبي، الكلام ده احنا قلناه ولا ما قلناهوش؟ ليالي بيقول لي which of the following equation، مين من الاربعه دول equation؟ علي صوتك، اخر كلام، يلا يا تمارا، equation يا تمارا. ليه؟ عشان طب اسمعي فريده، مين في دول equation؟ اشمعنى بيه؟ equal، equation فيها equal، number A ما فيهاش،
سي ما فيهاش، دي ما فيهاش، دي الوحيده اللي فيها. عشان كده قرر equation ادور على equal، expression مش عايز الايكوال. طب تعالى نقول تاني، بصوا حبايبي، which is an equation، يلا برضو تمارا. بس حبيبي هل تنفع ايه؟ حبيبي تمارا لسه ها، هل تنفع ايه؟ طب تنفع دي؟ طب تنفع سي؟ طب تنفع بي؟ ليه؟ في ايكوال. اللي يتكلم معايا علي صوته حبايبي، عشان لما تيجي تسمع تسمع صوتك. يلا مين اكسبريشن؟ ليالي. اشمعنى؟ الله عليك، حدوته صغيره. نعم يا ياسين، حاضر يا ياسين، اصبر بس. بصوا بقى معايا نمبر 5، قول يا ياسين. ثواني يا ارتاج، ها الشكل اللي مديهولك ده ام بلس 8.5 ايه؟ ليه؟ ايكوال. خلاص حبايبي، ممكن بعد اذنكم ندخل على درس جديد، هنعمل ستوب.